خلينا اقول لكم النهارده على رساله جات لي وزعلتني خالص الصراحه. زوجين بينهم مشكله وبعدين تم التسرع في اخذ قرار الطلاق. انا دايما دايما انتوا عارفين ان انا ضد موضوع الطلاق لاني في حلول، يعني في حلول وفي ينفع ان احنا نعدل سلوكيات وان احنا ده يتعامل بطريقه بما يتناسب مع الطرف الاخر، في حلول. لكن اللي بزعل منه ان يتم اتخاذ قرار الطلاق بصوره سريعه جدا وبدفع من الاهل، والاهل كانه في الطرف ده والطرف دوت، وفي الاخر اللي بيندم الزوجين، لان فعلا في حلول يا جماعه. طيب ماجده انا عايز اعرف الحلم، خليني اقول اللي انا عندي وبعدين تقولي لي الحلم تكتبه لي عشان كده ان شاء الله هدخل ناس معايا، بس ادوني فرصه اقول لكم المعلومه دي. الزوج اللي كلمني المره دي وزعلان جدا يا جماعه، يعني الزوج زعلان جدا ان هو نخطط قرار الطلاق. بيقول كان في وقت الطلاق قبل في مرحله المشاكل اخواته واهله والناس والجيران واصحابه والناس كلها طلقها وطلقها، المعايب ده فيها ده فيها، وهي اصلا كان سبب المشكله التدخل الاهلي، هي كانت رافضه تدخل الاهل في الموضوع ده. وبعدين يعني تم الطلاق، بيقول انا تم الطلاق من هنا والناس سابتني من هنا وانا بقيت لوحدي وانا لا بقيت معرفش بعمل ايه ولا بسوي ايه، وكل واحد قاعد في بيته، وكان الموضوع انتهى، وكان كل الكلام اللي اتقال على زوجته ده راح. طبعا يعني انا في الاول وفي الاخر يعني انا ما بحبش قرار الطلاق يبقى في البدايه في حلول للمشاكل، والله لو كنت شايفاه ما عدا طبعا الخيانه، يعني انا عندي ليا في الخيانات، لو هي الخيانه الالكترونيه والكلام ده برده بتوجع بس ممكن يجي منها اصلاح. ولما تيجي لي زوجه تقول لي ده بيتكلم واحده واثنين وثلاثه وماله، بيتكلم واحده مش وماله عشان حلال، لا حرام طبعا، لكن ده افضل بكتير جدا، حله اسهل في الحل من انها تكون واحده بس هو مرتبط بيها وخلاص، يعني وهيبقى كده كذا واحده دي يبقى ده عنده مرض ويتعالج وعلى ذنب ومعصيه يتعالج. لكن الخيانه الحقيقيه لا، يعني خير الجسد يعني بتنقل فيها امراض، بتتنقل فيها امور الله ما أنزل، يعني مش عايزه اتكلم انا في الكلام ده، لكن لا ده واحد فعل الكبيره، يعني ما اعتقدش ان في زوجه بتقبل كده، وانا ما بحبس في الخيانه الجسديه ان يبقى فيه تكمله، يعني لا احنا ناقصين امراض وشياطين ومحو بركه وبتاع ومتجبر كمان، واذا كان عاجبك وهو كده وانا وانت مقصره يعني مقصره تروح تعصي، يعني كلام فاضي يعني. المهم الزوج ده يعني حزين انه خد قرار الطلاق، وهي قالت له يعني خلي باب موارب، لكن طبعا ما سمعش وخلاص تم الطلاق. واللي مزعله دلوقتي ان هي رافضه ترجع، هي رافضه ترجع يا ابني عشان انت اتسرعت، هي رافضه ترجع عشان انت اتسرعت، يعني ده قرار مش صح. دايما يعني خدوا نصيحتي من الامر ده، بلاش قرار الطلاق طلاق سريع، حتى لو هي حتى لو اهلها حتى لو الدنيا، بلاش القرار يبقى سريع، اصبروا وشوفوا حد مخلص مؤتمن ثقه يتدخل في الامر يصلح الموضوع، لا يجي على الزوج ولا يجي على الزوجه، يعني يكون مع الحق يا جماعه. يعني انا الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير، النقطه دي حبيت انبه عليها، وانا بنبه عليها والله في كل الحلقات، بس انا برضو بحب ان انا اركز عليها لانها فعلا بتخلق، والندم ساعتها مش هيبقى له قيمه. يعني الندم صعب صعب،